بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فارس علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا للعالم
Allah, wajahil mustafa.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tolong yang hadir, yang punya masker, tolong dipakai maskernya, prokes, dan sedikit mungkin jaga jarak. Yang terpenting maulid atau majelis ini bisa صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه يا ربي صلي على محمد اشرف بدر في الكون اشرف يا ربي صلي على محمد اشرف بدر في الكون اشرف يا ربي صلي على محمد اكرم داع يدعو الى الحق يا ربي صلي على محمد اكرم داع يدعو الى الحق يا ربي صلي على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صلي على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صلي على محمد أحلى الورى منطقا وعصرا يا ربي صلي على محمد أهل الورى منطقا وعصرا يا ربي صلي على محمد أفضل من بتقى تحقى يا ربي صلي على محمد أفضل من بتقى تحقى يا ربي صلي على محمد من بسخاء والوفاء تخلى يا ربي صلي على محمد من بسخاء والوفاء تخلى يا ربي صلي على محمد واجمع من الشمل ما تفرى يا ربي صلي على محمد واجمع من الشمل ما تفرى يا ربي صلي على محمد واصلح وسلم
سهل ما قد عوى يا ربي صل على محمد واصله وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أوصف الأصفياء السلام عليك السلام عليك أوصف الأصفياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك يا طبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام على المقدم في الإمام صلى الله عليه السلام على المقدم في الإمام صلى الله عليه السلام على المتوفى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شأنه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط له من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل أبيه رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجود أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. تجلى الحق في علم قدس الوسيع، تجلي انقضى باندشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحشر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من ألم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. ليتشرف بوجود ذاك لأن تنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد تغلى بحبيب، عم الأنامان ولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما سلته بشرا كاملا يزيح ضلالا. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رعد رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فما فاجأت هذه البشارة وتلقى بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان، عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله. صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها
وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عضر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة من نعمة الواسعة والمنة الغامرة ففلقت بيضة التصوير العالم المدلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الجمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت علي من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يترقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه فقضت الأقدار الأزلية بما قضت فأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه فنورا حير الأفكار ذوره وبهر صلى الله عليه تعلق ذمة الراقم لهذه الحروف كي يرقم في هذا القرطاس ما هو لدي من عجائب بذلك النور معروف صلى الله عليه فإذا كانت إلى الأسلاد في بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لا تدين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أقرب الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة فلا عجل تشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله 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 يا ربي يا خير ما
وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد أن للقرآن أن يقط ما حركته فيه أنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله الذي هي أحسن الشمائل. فهنا حسنا أن تثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المهداء في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جبير بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفه مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاقاتة خفية، اهتصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. فاستودعت هذا النور المبين، أسلب وقتنا ما شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم، حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة، السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بدنها، فضمته عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه درة وسونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علامة ولا إللا. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله، فقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة الفضل، فتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أمود على قلبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموسونة، والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج في قرب ظهور إشراق هذا السراج. والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى اعتقاد جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفاسه العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام بركة وسعادة هذا الإمام.
ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بحذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود باتة التكريم مبسطا في العالم الكبير مائدة التشريف وتعديم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا والنبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونوضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأنبار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كينا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق اسمه الكمال من النور أنعمود وبرز الحميد المحمود مدعين لله بالتعظيم والسجود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي مصطفى أحمد ولي أهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك واستضيعوا بجمال
شراب سعد مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا مرحبا يا نار عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أعطينا عطاء مرحبا جمال فخر المعبد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين Yeah.
صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. لساني بحمد الله قد أعلنت شكرا على نعم لا استطيع لها حصرا فما ساعة مرت علي ولحظة من الوقت إلا جددت عندي البشرى ومن فضل ربي أرتجي من نواله دوام الذي ولا وأن يشرح صدرا عليه اعتمادي وهو ذخري وملجئي وكم قد حباني من مواهبه برا تنعمت بالإحسان منه تفضلا على كل حالتي وأرجوه بالأخرى والله ربي قد وقفت ببابه أناجيه يا من يعلم السر والجهر إليك انتهت حاجات عبد وقصده رضاك ويشكو الضعف والعجز والضرا وليس له إلا التفاتك معكلا يكيه البلاء والبؤس والهم والشر دعوتك وتقصير وصفي وإنما لإحسانك المألوف لم ألتمس عذرا بحقك حقك سيدك حبي ووجهتي إليك وأعظم لي على ذلك الأجر وخذ بيدي في مسلك الرشد ظافرا بقصدي وهب لي من مواهبك الكبرى ومن حيث ما سار الحبيب محمد وأتباعه خذ بي ويسر لي اليسرى ونور بنور العلم قلبي فإنني على الجهل باكي لا أعطيك له صبرا أقوم به من حيث قامت شواهد تعلق بالمختار في ذلك المجرى بوصف اتباع وانطفاء
يقودني إليك من التوفيق ما يجيب الذكرى ومن كان في مثلي في البصالة عاكفا فليس له إلا الذي يحسن الغفر فغفرا فإني بذنوبي مقيد وسطرا فإني منك ألتمس سترا بجاه رسول الله أشرف مرسلين وأعلى الورى فضلا وأرفعهم قدرا عليه صلاة منك تغشاه دائما مكررة تستغرق العد والدهر لساني بحمد الله قد أعلنت شكرا على نعم لا أستطيع لها حصرا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الحبيب الإمام الحبيب محمد بن هادي السقاف ومن كلام الحبيب محمد بن هادي السقاف نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين إلى أن قال إلى قوله قال سيدي وكذلك قطيعة الرحم وكفى بالحديث القدسي أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك زاجرا عن القطيعة وصلة الرحم زاجرا عن القطيعة وصلة الرحم مثرى في الأموال من سأى في الأم في الآجال وكذلك الصدقة تطيل العمر وقد كان شخص من المكان شفين من بني الأهدل إذا تكلم بكلمة عول عليها لأن كلامه لا يخطي ولا يخالف أبدا فليلة من الليالي قال عند جماعة فلان ابن فلان سيموت الليلة قالوا له هذه الساعة رأيناه في السوق يمشي قال وإن كان الليلة سيموت فلما أصبح الصباح رأوا الرجل يصلي الصبح في المسجد فساروا إلى السيد فقالوا له فلان صلى الصبح في المسجد ولم يكن به بشيء وكان الحبيب الجد سقاف بن محمد يواسيهم وإذا وجد مسكينا جلس عنده ويقول الله يجعلنا معكم فإن الصولة والجولة لكم يوم القيامة وكان هو من المساكين وكثيرا من الليالي يؤتي بمحملة العشاء إلى الروحة في مسجد الجد طه بن عمر يقولون له نريد العشاء
ماشي في الدار. وبلغنا في بعض الأخبار أن النبي من الأنبياء خرج يستسقي هو أمته أول مرة ثاني مرة فلم يسقوا، وقال النبي: يا رب ما السبب؟ وقد خرجت أستقي ولم تسقنا، لا تفضحنا. وقال الله تعالى: لا أسقيكم إلا إن رحمتم المساكين فإن رضوهم ورضائي في رضاهم. فجمع أمته وعظهم ورغبهم في رضاء المساكين، فرحم الأغنياء المساكين وواصلوهم، وخرجوا بعد ذلك استسقون فرحمهم الله وسقاهم. الحبيب محمد بن هادي السقا beliau melanjutkan lagi nasihatnya dalam majelis-majelisnya. Beliau cerita tentang kakeknya. Beliau punya kakek namanya Al-Habib Saggaf bin Muhammad As-Saggaf. Habib Saggaf ini ayah dari Imam Wadi Ahqaf yang saya terjemahkan bukunya, manakibnya itu Habib Umar bin Saggaf. Nah, Saggaf ini ayahnya. Semuanya kutub. Habib Umar itu yang diterjemahkan manakibnya itu kutub, pemimpin para wali di zamannya. Habib Saggaf juga kutub, pemimpin para wali di zamannya. Habib Saggaf ini beliau paling seneng merhatikan orang miskin, paling seneng duduk sama orang miskin, kumpul sama orang miskin. Bahkan kalau duduk sama orang miskin, beliau doa, ya Allah, mudah-mudahan saya dikumpulkan sama kalian di hari kiamat. Mudah-mudahan saya dikumpulkan sama kalian di orang miskin di surga. Karena kekuasaan di hari kiamat dimiliki orang miskin. Orang kayanya di dunia sudah kuasa, ya toh? Orang punya jabatan di dunia sudah kuasa, berkuasa. Orang miskin ini rakyat apa-apa. Nah, orang miskin dibalas sama Allah nanti di sana, di akhirat. Jadi orang yang berkuasa di dunia, di sana nanti sudah tidak ada kuasa lagi, di bawah kekuasaan orang miskin. Makanya Habib Saggaf doa. Makanya Habib Saggaf doa, ya Allah, mudah-mudahan di hari kiamat saya dikumpulkan sama kalian nanti orang-orang miskin. Nah, kita kalau doa juga gitu. Nabi Muhammad orang miskin, ya enggak? Bahkan Sayyidul Fuqara wal Masakin, Nabi itu pemimpin para fakir miskin. Cukup kemuliaan orang fakir miskin, Nabi Muhammad pemimpin mereka. Nabi Muhammad sejenis dengan mereka sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah perintahkan Nabi Muhammad buat kumpul sama orang miskin, sebaik-baik teman orang miskin itu buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam surat Al-Kahfi Allah jelaskan, Allah perintahkan itu panjang lebar bagaimana Allah memilihkan teman buat Nabi Muhammad orang miskin, teman terbaik orang miskin, suruh sabar kumpul sama orang miskin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kekuasaan di hari kiamat, yang kuasa siapa? Orang miskin. Orang fakir miskin yang berkuasa di sana. Padahal Habib Saggaf sendiri ini orang miskin, tapi masih pengen kumpul sama orang miskin. Padahal ya miskin beliau, enggak punya apa-apa. Tapi ya pengen juga kumpul sama orang miskin. Orang pengen kumpul sama beliau, beliau pengen kumpul sama orang miskin. Siapa yang enggak pengen kumpul sama wali? Tapi walinya pengen kumpul sama orang miskin. Nanti bayangkan mulianya orang miskin ini. Dan sering beliau itu kalau rohah ya, majelis itu beliau bawa makan malam. Jadi berangkat misalnya dari pengajian kemana begitu, rutinannya beliau itu beliau bawa makanan. Kenapa? Nyiapkan buat orang-orang fakir miskin tuh makan. Jadi orang yang kaya, orang yang miskin ya makan bareng sak nampan, bareng jadi satu di situ. Disiapkan makan sama beliau. Makanya kan pernah kita bahas di kitab Syama'il itu, Nabi itu punya satu nampan besar. Nabi Muhammad itu punya satu nampan besar. Nah, nampan ini buat apa? Jamu orang. Kita punya enggak piring khusus buat jamu orang? Kita punya enggak nampan khusus buat jamu orang? Nah, ini Nabi Muhammad punya nampan khusus buat jamu orang. Besar nampannya.
beliau juga begitu. Tiap beliau mau majelis, bukan beliau yang beratnya disugui, beliau yang nyugui. Habib Sagdaf ini, orang-orang miskin diundang semuanya. Nah, majelisnya itu di Masjid Toha. Masjid Toha itu ada di kota Siwun. Kota Siwun, di Hadramaut sana. Namanya Masjid Toha. Beliau Habib Muhammad bin Hadi cerita, dulu di zaman dahulu ada seorang nabi. Seorang nabi ini dia dan umatnya lagi dapat musim paceklik, enggak turun hujan lama. Mungkin sekitar setahun enggak turun hujan. Lama banget. Beliau ke lapangan sama umatnya, diajak semuanya untuk apa? Istisqa. Apa istisqa itu? Minta hujan sama Allah. Istisqa sama umatnya. Hari pertama enggak turun. Besoknya lagi berangkat lagi sama umatnya rombongan ke lapangan, istisqa lagi, enggak turun lagi. Bolak-balik berkali-kali enggak diturunkan hujan sama Allah Ta'ala. Nah, nabinya ini tanya sama Allah. Nabi, beliau nabi. Nabi, bukan wali loh ya. Nabi. Ini mau wali kumpulkan sejuta wali, semiliar wali sama satu nabi, kalah derajatnya. Nabi kok. Nabi enggak ada yang ngalahkan derajatnya kecuali Rasul. Ya. Maka nabinya ini tanya sama Allah, "Ya Rob, ya Allah. Mas sebab apa ini sebabnya ini ya Allah? Kok sampai kita ini minta berkali-kali istisqa, engkau enggak nurunkan hujan. Sebabnya apa ya Allah? Beritahu kami ya Allah sehingga kami tahu apa sebabnya." Allah jawab. Allah bilang begini, "La usqikum, saya enggak bakal nurunkan hujan kepada kalian. Illa, kecuali syaratnya satu. In rahimtum al-masakin, kalau kalian sayang sama orang miskin. Kalau kalian kompak, orang-orang yang mampu merhatikan orang miskin, saya akan turunkan hujan sama kalian." Seketika. Karena keridoanku, kata Allah, tergantung keridoannya orang miskin. Kerelaanku tergantung kerelaan kaum fakir miskin. Kalau kaum fakir miskinnya jerit, Allah marah. Kaum fakir miskinnya susah, Allah marah, turunkan musibah macam-macam. Dan ini sekarang ini musibah macam-macam ini introspeksi toh. Lah orang miskinnya diperhatikan enggak? Yang orang kayanya, yang ulamanya, yang pejabatnya, semuanya. Introspeksi masing-masing, tetangga kita, keluarga kita. Ada enggak yang kesusahan yang belum kita bantu padahal kita mampu? Lah wong zaman corona ini kadang-kadang malah eman-eman mbik detail. Dia merasa uangnya disimpan, takut terjadi sesuatu. Loh, ente terlalu panjang angan, bro. Kamu ini enggak tahu bakal hidup setahun lagi, dua tahun lagi. Wong sedetik lagi hidup enggak tahu kok kamu nyimpen di mana-mana duit. Hubban jamma, cinta yang luar biasa. Sayang, kesayangan ini duitnya kesayangan. Di mana-mana, jangan sampai keluar. Itu justru yang membuat Allah marah murka. Karena orang miskin enggak diperhatikan. Turun kayak begini, kejadian musibah kayak begini. Kenapa? Di antaranya orang miskinnya enggak diperhatikan. Itu sebab utama. Kalau orang miskin diperhatikan, orang susah diperhatikan, sehingga mereka senang, Allah juga senang, Allah turunkan kemudahan, kegampangan, hilang kabeh musibah. Jadi keridhaan Allah ada pada keridhaan kaum fakir miskin. Akhirnya nabi itu setelah dapat jawaban dari Allah, ngumpulkan umatnya, dinasihati, "Ayo yang punya duit, yang punya makanan, orang miskin yang kelaparan kasih." Nasihati. Sehingga orang-orang kayanya sadar, orang yang mampu sadar, perhatikan tetangganya, perhatikan keluarganya, perhatikan masyarakatnya, perhatikan semuanya. Sehingga seketika itu juga ketika mereka perhatian dengan orang miskin, Allah turunkan hujan rahmat kepada mereka. Gitu. Sebabnya apa? Karena rahmat kepada orang miskin. Nah, luar biasa.
Jadi orang-orang fakir miskin ini adalah kecintaan Allah berarti. Dan Allah menggantungkan ridhonya kepada mereka. Berarti kan makhluk kecintaan Allah. Kalau kita mau tahu makhluk kecintaan Allah siapa? Fakir miskin. Itu makhluk kecintaan Allah itu mereka itu. Orang fakir miskin itu. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum." Kalian enggak sadar. Kalian itu dibantu Allah, kalian diberi rezeki sama Allah itu karena orang-orang lemah di antara kalian. Loh, kalau bukan karena orang-orang lemah di antara kalian, di sekitar kalian, Allah enggak bakal mau nolong kalian. Allah enggak bakal mau ngasih rezeki sama kalian. Syaratnya apa? Perhatikan orang-orang lemah. Orang kaya itu kenapa hisabnya kok berat? Berat. Di kitab fikih pun dibahas. Kalau ada orang ya kaya, maya siril muslimin, orang kaya, uangnya, orang kaya itu uangnya atau kepemilikan yang dia miliki itu lebih dari kebutuhan satu tahun. Contoh, sehari misal dia butuhnya 50 ribu. Contoh ya, hitung-hitungan ya. Sehari 50 ribu kebutuhannya. Berarti sebulan berapa? 50 kali 30. Kira 1,5. Ya, betul. 1,5 juta. Oh iya. 1,5 juta. Dikali 12 tahun, berarti berapa? 1,5 kali 12. Kira 18. Ya, 18 juta. Kalau di rekeningnya dia lebih dari 18 juta. Ini kalau kebutuhannya 50 ribu, kita contoh yang 50 ribu ya. Kalau kebutuhan orang ini yang tiap harinya 50 ribu, uang di rekeningnya itu lebih dari 18 juta. Ada tetangganya yang kelaparan, dia nanti di akhirat dituntut sama Allah. Ayo weh, baru kerungu tuh. Itu padahal di kitab fikih dibahas itu. Kitab fikih dibahas itu, orang ngaji fikih dibahas itu. Dosa, apa mana sih miliaran wih. Ah, kaya apa wih, gak ngerti ya wih. Tersik wih. Duh, tenang betul ini. Ini kebutuhan setahun loh ini. Kebutuhan setahun, lebih dari kebutuhan setahun. Uang yang dia simpen itu ada tetangganya yang gak mampu. Terlilit hutang, kelaparan, kehausan, atau apalah. Dia gak merhatikan. Dihisap sama Allah, berat nanti dia. Setahun. Belum, saya ini kadang-kadang 10 tahun ini mikir kok. Ya enggak? Buat masa tua, pensiun, itu harus disimpan duitnya. Enggak ngerti, bu. Tekan pensiun, harus mati, orang enggak ngerti. Enggak tahu. Nah, ini berat. Ini fikih ini. Dan sedekah itu penolak bala. Habib Segaf, cerita yang sama Habib Segaf. Beliau pernah ketika majelis. Ketika majelis. Ini cerita pernah saya ceritakan kayaknya. Beliau ketika majelis. Ada satu muridnya itu dari rumah dalamnya datang. Habib, anaknya antum kakinya terkilir. Itu istri saya mesti enggak keluar sedekah tuh hari ini tuh. Itu tok jawabannya. Tadi pagi pasti enggak keluarin sedekah itu. Makanya anak saya terkilir itu. Betul, pulang itu orang yang bantu di rumahnya pulang. Katanya Habib Sekap lupa ngeluarkan sodakoh. Oh iya, tadi pagi lupa nggak keluar sodakoh. Ya sudah. Fala talumanna illa nafsak. Jangan nyalahkan Allah kalau ente dapat musibah. Karena apa? Ente sendiri sebagai penyebab turunnya musibah. Nah kalau ente sodakohnya nggak telat, Allah juga nggak telat nurunkan pertolongannya. Gitu loh. Kalau ente nggak telat, Allah nggak telat nurunkan pertolongannya. Asal ente jangan telat. Gitu loh. Dan ente saat seneng, jangan lupa Allah. Maka saat ini susah, Allah enggak lupa sama ente. Nabi kan yang nyabda kan, yang bersabda, ta'arraf ilallah firrakha ya'rifka fisyiddah. Deketi Allah saat kamu senang, saat kamu lagi lapang, lagi banyak duit, deketi Allah, jangan lupa Allah. Nanti kalau kamu susah, Allah kenal sama kamu, Allah dekat sama kamu. Lente waktu senang lali. Lah kalau ente susah, Allah lali, nyalahkan Allah. Lalu salahmu dewe. Karena kamu saat seneng, saat lapang, lupa sama Allah. Maka saat kamu susah, Allah lupa sama kamu. Telat ngasih pertolongannya, telat ngasih rezekinya. Yo salahmu dewe. Wallahu a'lam bissawab.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيك عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وهو لهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي إلى المعنى الجسل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو العبد الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكوياء من البرية ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه ولو العلا في مجره ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجرها أخذت على نجم السهاب إنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسنا مني أن أمسك إن أئنة الأكلام في هذا المقام أقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليكم النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التكريم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من درار إلى أوصاف المحمد يدي عقودا وجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحض الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة آمين. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين آمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة استودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة آمين الذي الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من بواطن القرب ومظهر آمين قاسم إمدادك في عبادك وساقك وزير شهدك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص آمين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
وأهل حضرته اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك. وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين ففي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. آمين. اللهم إن لنا أتباعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. آمين. وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمين. آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين، توجهنا به إليك مستشفعين. أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل. وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وولاه وعم ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة. آمين. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وأبسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. اجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا. اجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا. اجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين. آمين. واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الشير الفاتحة.